La nouvelle réaliste au champ. Donc, première des choses, qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle? La nouvelle, il y a le qissa, le qasira. بالنسبة للرياليست بكل بساطة جات من ريال، أي أن هذه القصة القصيرة هذه مستوحاة، إلي تانسبيري، سي كلير، مستوحاة من لو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد مجددا بلقياكم تلاميذ الجذوع المشتركة علوم وآداب. مرحبا بكم مجددا في فيديو جديد اللي غنتطرقوا فيه ليفاليوسيون رقم 5 ديال لا كومبريونسيون اي لونغ ديال لا نوفيل رياليست او شون. دونك هنا كيف ما كتعرفوا حطيت لكم ديجا 4 تاع الفروض، هذا هو الخامس. دونك كما العادة غنقراو النص، ودونك راه غادي معاكم يعني فقرة بفقرة او ايتاب باغ ايتاب في المراحل ديال لو شيما ناراتيف. دونك هنا اخر فيديو حطيته لكم على فاش دخلوا عند لي تيوفاش، ولا فامي تيوفاش رفضات الطلب ديال التبني. دابا غادي يدخلوا في هذا النص هذا عند لا فامي فالا، ولا فامي فالا غادي تقبل بطبيعة الحال الطلب ديال التبني. دونك هنا لي فالان ايتي اطابل، فوالا يعني فاش دخلوا لقاو لي فالان يعني في الطبله كياكلوا. اون تران دو مونجي افيك لونتور دي ترونش دو بان كيل فروتي بارسيمونيوزمون افيك ان بو دو بور بيكي او كوتو دون اون اسييت اونتر دو فوالا كياكلوا. مسيو دوبيير، دونك هنا اللي غيبدا يهضر قبيله يعني في الفرد اللي فات اللي بدا كيهضر هو لا مامو مدام دوبيير، هي اللي هضرات الاولى وكانت يعني متوتره. Donc, هنا غيبدا مسيو دوبيير. Donc, il recommence à ses propositions, mais avec plus d'insinuation. يعني بإلحاح. De précaution oratoire. يعني رد البال مزيان شنو كيقول. D'astuce. يعني intelligence. Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus. يعني les deux ruraux. يعني la famille Valin. حضروا راسهم يعني على أساس أنهم رافضين في الأول. Mais quand ils apprirent qu'ils auraient. ولا 100 فرون باغ مو، ملي غادي يسمعوا منه راه غتكون عندكم 100 فرانك كل شهر ديالكم نتوما ديال الوالدين. il se considère son consultant de l'œil très ébranlé. يعني بداو ولا بداو تيتسائلوا، يعني بداو بحال باغين يقبلوا. il garder longtemps le silence torturé hésitant. يبقاو ساكتين واحد الفتره وغيكونوا مترددين. La femme enfin demanda. Donc هنا في الاخر في نهايه المطاف بعد واحد السكوت اللي هو طويل، مامون فالان غادي تهضر غتقول ليه كيك طون دي لوم، يعني شنو قلتي؟ كيسكو تو دي، يعني شنو بان لك؟ il prononça d'un ton sentencieux. هو غيهضر ويقول لها جو دي كسي بوان ميزيرابل ميبريزابل باردون، يعني يقول لها ما يعني عرض ما بيش مزيان. الوغ مدام دوبيير كي ترومبلي دونغواس. مدام دوبيير فاش سمعتهم هكا ماشي بحال لي تيوفاش رفضوا لهم من الاول. leur parla de l'avenir du petit. يعني هضرات لهم على المستقبل ديال الدري دو سون بونور، يعني حاولت تزيد تقنعهم يعني الدري غيكون عنده مستقبل ماشي بحال اللي بقى في الباديه سون بونور السعاده ديالو. اي دو تو لارجون كيل بوغي لور دوني بلو تار. يعني ديك الفلوس كلها اللي غادي يشد وغادي يورث من الاباء اللي غيتبنوه اللي هما لي فالان، عفوا لي دوبيير. لو بايزون دوموندا. دونك هنا لو بير تيوفاش غادي يقول لها سي 32 فرون سا سرا برومي دوفون النوتير، يعني واش غادي نتكاتبوا بشكل قانوني على هذا المبلغ المالي اللي غتعطيونا. مسيو دوبيير ريبوندي مي سيغتانمون دي دوما، يعني من غدا غادي نتكاتبوا بشكل قانوني. الا لا فيرميير كي ميديتي روبري، يعني الام بدات كتفكر بزاف مامون فالون قالت ليها 100 فرون باغ موا سي بوان سوفيزون نو بريفي دو بتي. يعني هاد 100 فرانك راه ما كافياش باش انكم تديو لينا الدري. سا ترافايغا دون كيلكو زاني سي طون فون كيلكو زون سي طون فون ال نو فو 120 فرون. يعني هما عطاوهم 100 فرانك، هي غتقول لهم لا غتزيدونا تعطيونا 120 فرانك. هنا مدام دوبيير يعني ما عندهاش مشكل، بالعكس هي بغات تري بينيون دامباسيونس، يعني ما قدراتش تصبر لي زاكوردا تو دو سويت، يعني وافقت لهم في البلاصه قالت لهم نزيدوكم ما كاينش المشكل. اي كوم ال فولي اون لوفي لونفون، يعني وفاش بغات تدي الدري يعني ال دونا 100 فرون اون كادو، عطات 100 فرانك كادو، يعني زادتهم كاع 100 فرانك كادو قالت لهم ها الكادو باش صافي يعني تحسم المساله. بوندون كو سون ماري فوزي ان اكري لو مير
Elle et un voisin, يعني هنا لو ميغ واحد الفوازان غادي سيرفير فوالا ابلي اوسيتو سيرفير دو تيموان كومبليزون غيوليو شهود. اي لا جون فام غاديوز، لا جون فام غاديوز يعني ساتيسفيت، وكان مدام دوبير يعني صافي يعني كاين واحد الاشباع واحد الرضا واحد لا جوا انتيريور. اون بورتا لو مارمو اورلون، يعني هزات مع هاد الدري والدري كيبكي كوم اون بورت ان بيبولو ديزيري دان ماغازان. Un allait tu vas sur leur porte, le regarder partir, muet, sévère, regrettant peut-être leur refus. Un allait tu vas fâche, elles ont madame Dubé, Romchat, tout à fait, quatre boules à acheter. Un allait tu vas pas au kéchofou, yani l'exactine, sévère, yani masbrin, regrettant peut-être leur refus, yani rafdin, hadl, afouan, dmanin, ربما على الرفض ديالهم. Voilà. Donc, الناس اللي بتخدم الأسئلة ها هما les questions. 12 سؤال تقريبا. دونك في الفرض الاساتذه راه غالبا ما غيفوتوش لكم 10 ديال لي كيسيون فوالا. دونك هنا حاولت نحط لكم جميع لي كيسيون بوسيبل. دونك هنا غومبليسي لو طابلو، هاد الطابلو هذا خدمته معكم ديجا، يعني هو عباره عن مراجعه. اوتور هو غودو موباسون، نيسونس 1850، لامور 1893، 1893 كنحاول نقول لكم بالعربيه باش تشدوا مزيان، 1893 deux œuvres voilà يعني جوج تكتوب اخرين من غير هذا، مثلا بيلامي لو اورلا، تيتر دو لوفر او شون جونغ ليتيرير نوفيل رياليست، ما تغلطوش في هذه المعلومات. دات دو بوبليكاسيون 1882 ولا 1883، سياكل القرن. دونك انا القرن فاش تكتب هذا الكتاب هذا هو القرن التاسع عشر فوالا. Donc voilà, deuxième question, لاحظوا à quelle étape, deuxième question, à quelle étape du schéma narratif correspond le texte. اش من étape هدف voilà اش من étape هدف في لو اش من étape du schéma narratif هدف في la nouvelle. Donc هنا les péripéties, يعني الجواب هو حنا في les péripéties. Quel est l'événement qui précède ce passage, شنو هو الحدث اللي سابق هذا الباساج هذا. L'événement qui précède هذا le passage هذا هو la demande d'adoption aux tuvaches qui ont refusé had la demande, ou bien le refus, ou bien les tuvaches ont refusé la demande d'adoption. Le hadith li qbel men had chi li fi nass wa an les tuvaches refdou la demande d'adoption. Quels sont les personnages du texte? Les personnages du texte sont la famille Dubière, la famille Tuvache. Où se passent les événements? Les événements qui nous offrent la demeure, la chaumière, d'elle, les Afouanana. Quels sont les personnages? La famille Valin, la famille Dubière, les Valin et les Dubière. Fin fin, qu'est-ce que c'est ça? La maison ou la chaumière ou la demeure, d'elle, la famille Valin. Fin fin, qu'est-ce que c'est ça? Où est-ce que c'est le lieu? Pour les convaincre à accepter la demande, comment parle monsieur Dubier au Valin باش نقنعهم باش يقبلوا الطلب. كيفاش كيهضر monsieur Dubier لي Valin؟ لاحظوا monsieur Dubier ها هو الجواب. Recommença ses propositions, يعني غادي يعاود دوك الاقتراحات اللي عطاو اصلا لي Tuvache, mais avec plus d'insinuation, de précaution oratoire, d'astuce. يعني بالحاح il parle avec insinuation, il parle avec précaution oratoire, il parle avec astuce. Voilà, لأنه هنا يعني في مهمة ديال الإقناع. Pourquoi Madame Dubière donne-t-elle 100 francs en cadeau au Valin؟ علاش Madame Dubière عطات 100 franc كادو غير كادو au Valin؟ هنا غنجيو للنص يعني باش نختصر عليكم. دونك هنا et comme il voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Voilà, donc هنا يعني normalement voilà normalement اتفقوا باش ياخذوا 120 فرانك كل شهر، ولكن هي فاش غادي يتفقوا على المساله غتعطيهم كادو كاع 100 فرانك قبل كاع يعني ما يبدا كاع الحساب اللي متفقين عليه. هي دونك هنا تو سامبلومون يعني عطاتهم داك الكادو باش تحسم المساله. Pour enlever l'enfant, pour voilà يعني pour voilà pour prendre l'enfant rapidement باش تاخذوا بالزربق لا يترددوا او لا يتراجعوا على الهضره ديالهم. C'est clair, il les accorda tout de suite. Donc, elle a wafqat li atatom had le cadeau hada pour tout simplement enlever l'enfant et partir. Voilà, les Valins ont-ils accepté la demande des Dubières? Wach les Valins qblu la demande des Dubières? Justifiez la réponse. Bien sûr, les Valins ont accepté la demande des Dubières. La justification est
فوالا لي زاكوردا تو دو سويت هما غيقولوا ليها ايل نوفو 120 فرون يعني شرطوا عليها واحد الثمن وهي غتقول لهم لي زاكوردا تو دو سويت وهضروا هما يعني هنا بزاف ديال الادله غيقولوا لهم زعما واش يعني سا سخا برومي دوفون النوتير واش هادشي غادي يكون يعني موثق قانونيا دونك كاع هاد الادله هادي كدل بانهم قابلين وكيتاواو يعني كيفاوضوا في هذه المساله هذه اي دونك ils ont accepté comment s'appelle l'enfant de Valenc la famille Dubière cherche à adopter شنو سميت هاد لونفون هذا سميتو جون هي السميه ديالو دونك عقلوا عليها راه ما كايناش في لو تيكست quel est le montant de la pension qui sera offerte au Valen par les Dubière chaque mois شنو هو الثمن اللي غيعطيو لي Valen لي Dubière كل شهر شنو الثمن اللي غيعطيوهم مقابل هاد فوالا كل شهر مقابل هاد لادوبسيون دونك الثمن في الاول ردوا البال في الاول هما عطاوهم 100 فرون باغ موا لاحظوا هيا 100 فرون باغ موا فوالا هادشي اللي عطاوهم 100 فرون باغ موا هنا غتنقز مدام فالان غتقول لهم هادشي راه غير كافي غتقول لهم il nous faut 120 فرون يعني 120 دونك هنا الثمن هو 120 فرون كيل لا رياكسيون دو مدام دوبيير فاس ا لاكسيبتاسيون دي فالان شنو ردت الفعل ديال مدام دوبيير فاش قبلوا لي فالان دونك لا رياكسيون ديال مدام دوبيير فاس قبلوا لي فالان لي فالان ايت امباسيونت يعني اول حاجه غير صبوره المساله الثانيه غاديوز هي ساتيسفاكسيون انتيريور يعني صافي ارتحت واقتنعت وفرحات من الداخل لي غاديوز لي امباسيونت هنا type de focalisation qui domine dans le texte, la focalisation 0, yelli muhimina fi nass, justifie la réponse. Le narrateur hna kihdar lina ki il révèle les sentiments des personnages, ki jbed lina ba'd les sentiments des personnages. Yani matalan voilà, ou hta les pensées, il parle avec plus d'insinuation, astuce, précaution oratoire. غادي يهضر لينا على فوالا غاديوز غادي يهضر تري بينيون دامباسيونس دونك هادشي كيدخل في لي بونسي اي لي سونتيمون هادي هي لا فوكاليزاسيون زيرو وراه قلت لكم سيروا الدرس راه موجود الا بغيتو تفهموا لا فوكاليزاسيون غولفي ا بارتير دو تيكست دو مو ابارتونو او شون ليكسيكال دو سونتيمون من النص غنجبدو جوج تاع لي مو اللي كينتميو للحقل الدلالي ديال الاحاسيس جوج تاع لي مو كينتميو للحقل الدلالي ديال الاحاسيس مثلا غادي نمشيو لايزيتون يعني تردد مترددين فوالا تورتوري ايبرونلي غاديوز امباسيونت فوالا دونك كاع هادشي هذا فوالا لاحظوا هنا في الاخر غريتون بوتيتر لو ريفو سيفير دونك كاع هادشي هذا داخل في النطاق ديال الاحاسيس لو شون ليكسيكال دو سونتيمون والحق الدلالي افوت افي اتفو بور لا كونتر لا ديسيزيون دي فالان واش انت متفق ولا انت ضد هذا القرار اللي خداوه لي فالان القرار اللي خداوه لي فالان هو انهم عطاو ولدهم للتبني واش انت مع ولا ضد يعني واش انت مع انك تعطي ولدك للتبني ولا ضد انك تعطي ولدك للتبني يعني علما هنا بالوضعيه اللي انت عايش فيها اللي هو الفقر المدقع دونك هنا الطابلو كيف ما كتشوفوها هو فوالا الناس اللي بتاخد سكريني لي زيليمون دو ريبونس لي طابي لي بيريبيسي الحدث اللي قبل هو لا فيزيت دي دوبيير لي بيرسوناج هما لي فالان او لي دوبيير او سو باس لاكسيون لا شوميير دي فالان فاش كاينه لاكسيون بور اكسبتي كو بور كونفانكر اكسبتي لا دوموند كيفاش كيهضر سيو دوبيير دونك انا اي عفوا ماشي ال il parle avec plus d'insinuation de précaution oratoire d'astuce voilà dont elle son front en cadeau voilà علاش عطون pour prendre l'enfant rapidement باش تحسم المساله بالزربه قبل لا يقترحوا شي حاجه اخرى او لا يترددوا داكشي باش عطاتهم داك كادو وي ils ont accepté واش قبلوا ils ont accepté وهنا الدليل بانهم قالوا ليها il nous faut 120 francs par mois خاصنا 120 فرانك كل شهر شنو سميت الدري il s'appelle Jean شحال هو الثمن اللي اتفقوا عليه كل شهر يعطيو للوالدين ديالو 120 فرون يعني 120 فرانك كل شهر فوالا لا رياكسيون دو مدام دوبيغ هي امباسيونت اي غاديوز يعني صافي زربانه ما بقاتش قادره تصبر غاديوز يعني مرتاحه من الداخل ساتيسفاكسيون فوالا اي ريفليت لو بونور الى ساتيسفاكسيون يعني كي غاديوز هو شيء اللي كيعكس السعاده والقناعه focalisation 0 le narrateur révèle les sentiments des personnages deux mots appartenant au champ lexical de sentiments hésitant mais sévère à votre avis êtes-vous pour ou contre la décision des valants donc je crois que l'adoption est efficace pour résoudre un tas de problèmes sociaux انا بالنسبه لي انا نتفق معهم لادوبسيون هنا واحد الحل مثلا فوالا ممكن تقول نو فو يعني هنا غير اعطيكم مثال
يعني لادوبسيون سي تري ديفيسيل باش تعطي ولدك في نهايه المطاف، مي الحاله بعض المرات وبعض الحالات يعني هنا كتخلي بعض الناس انهم يتخلوا على اولادهم. هنا بطبيعه الحال هذا ماشي ماشي التخلي على الاطفال، هذا ادوبسيون تبني بشكل قانوني. دونك انا بو ريزودغ ان طا دو بروبليم سوسيو، يعني باش نحلو بزاف ديال المشاكل الاجتماعيه، كاين اطفال متخلى عليهم اللهم نديرو لهم لادوبسيون. دونك انا دابور غير بيرمي دانتيغري لي زونفون مارجيناليزي او سان دو لا سوسيتي، الاطفال المتخلى عنهم المهمشين كندمجوهم ملي كنعطيوهم والدين، انسي اي لوفر او زورفولا كتعطي اليتامى دي بارون اي دونك اون فامي كي لي بروتيج. فوالا دونك نتمنى تكونوا استفدتوا بزاف هاد لا فيديو. نتلاقاو ان شاء الله الفرد المقبل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.